انا باشا ماي لاف في الدوجز، انا اسمي دراز على البوكس، انا هو مجالي يا عيال، الكلب في ايدي عود، الكلب في ايدي عود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين يا جماعه؟ زي ما عودناكم كل يوم في السوشيال الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا شعارنا قبل كده، يلا نحب بعضينا. ان شاء الله النهارده معانا برضو احمد راعي اليمين، ومعانا اسلام شغال معانا في المزرعه، هنبدله النهارده على الاثنين مع الكلب بينجو. ان شاء الله بينجو هنشغلوه، هنشوفه الكلب بيخش يهجم ما بيهجمش، بيتعامل بيعض ما بيعضش، بيخاف من الصوت ما بيخافش، كل دوت هنشوفه النهارده في الفيديو بتاعنا. يلا بينا نشوفه هنعمل ايه مع الكلب. قبل كده بنعمل دلوقتي الكلب بيتعود على الخشب او الدراع او اي حاجه، فطبعا هتسيب ممكن خشبه تحسين وتخش تنرفزه تغيره الشخص. فطبعا هنخش دلوقتي اسلام معاه، سيب الدراع يا شمون، سيبه. خفت تعبت يا اسلام ولا ايه؟ جاي بقى هو بيحرسها وبيحرس نفسه، ما يخليش حد يقرب جنبه ولا يلمس الكلب، وفي نفس الوقت انت بتشجع كلبك بس من بعيد، زي ما قلنا المهاجم بيبقى بعيد وانت بتشجع الكلب، شجع جدع. احسن 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 يا بطل، احسن. قرب على الكلب اكنك هتلمسه، طبعا انت بتشجع الكلب على اساس هو ما يخشش يلمسه. Hey!
شايف الكلب لو قرب يجي هيعض الحاجه لازم المهاجم يخش على الحاجه عشان يسلبها ويخش على ايه؟ على الكلب. هنجربه تاني. تعالى كده اهو. استنى بس. بس. امسك كده احمد. امسك بتاع. اديله الدراع الاول لوحده. فين الخشبة التالتة? سيب الخشب كده في الارض. في خشبة تالتة فين عضلة المكنسة? فين مروان الخشبة? يبقى زي ما احنا قلنا. بتشغل كلبك. بتضايق كلبك. بتنرفزه. هي ولا بالابر الشراسة. ولا بحبسة الكلب. ولا بالضلمه ولا بالكهرباء ولا باي حاجه من التفاهات دي. ولازم الكلب ما يتعلقش في الدراع او في مثلا الخشبه او في قماشه، ما يفضلش يتعلق جامد. انا كل اللي بعمله ان الكلب بيخش يمسك الحاجه شدها بلاهيه بسرعه عشان ما يتلقاش فيها. في كلاب ياما لما بتيجي تمسك الدراع يفضل ماسك فيه ما بيسيبهوش، وتفضل انت متشعلق في الدراع يمين وشمال، والكلب شد الدراع يفضل تحتيه ما يقربش جنب اي حاجه ثانيه، ممكن تديله بخشبه ثانيه باي حاجه وعادي الكلب، اهم حاجه الحاجه اللي في بقه. دلوقتي هنشوفه دلوقتي احمد لما هيديله الدراع ازاي هيلهيه عشان ما يفضلش ماسك الدراع جامد ويخش على طول على الخشب. يلا بينا احمد اول ما يسيب. زي ما انت شايف كده اهو، لازم انا اعمل ايه؟ انا ايه على طول اهو الخشبه، امسك الخشبه اهو. احسن 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 الكلب ما بخلوهوش يتعلق في اي حاجه، ما يتشعلقش في حاجه عشان ينفع ان الكلب يبدل معاه. الكلب اللي بيبدل لازم امسكه، لان ممكن وهو بيشد منه الدراع ممكن يسيبه ويخش على المهاجم ذات نفسه. فطبعا انت هنا بتعلم الكلب ان الكلب يبدل زي ما انت شفت
ان الكلب يمسك الحاجه ما يتعلقش فيها. طبعا لوحده بيبقى خفيف، عايز حد يبقى جنبه يديله الثقه شويه. وطبعا دي ما فيهاش مشكله، بتفضل واقف جنب كلبك مره واثنين وثلاثه اللي انت بتشغل الكلب وبتديله الثقه وبتديله الشجاعه اللي الكلب يخش مره كده ومره كده، مره تسيبه لوحده ومره تبقى انت واقف جنبه، مره تسيبه لوحده ومره تبقى واقف جنبه، خايف ما الكلب ما يخليش حد يلمسه ولا حد يقرب جنبه ولا حد يطبطب عليه، والكلب يبقى داخل ومهاجم وبيخش وبيرمي نفسه على المهاجم زي ما انت شفت. والنهارده كده نكون خلصنا مع الكلب بينجو. بينجو بنسى اسمه، اكتب لي اسمه طبعا عشان مع الكلب بينجو. وطبعا زي ما انت شفت ما ينفعش ان انا اتكع الكلب ياما، ممكن 10 دقايق بمقدار ساعة بشغل فيها كلب، لكن ال 10 دقايق الكلب بيديها لي بطريقة كويسة وطريقة مهاجمة وبتبقى كويسة. ونهاية حلقتنا النهاردة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى هنا يا سادتي وسادتي، نلقاكم على قناتنا اليوم وإلى اللقاء في الحلقة الثانية.